أوروبا، القارة العجوز، مهد الحضارات الغربية، أرض الثورات التنويرية وعصر النهضة واللغات الرومانسية. لكن الحياة في أوروبا ما كانتش دايماً وردية، لأن لقرون طويلة صوت السيوف ولون الدماء كان ليهم الكلمة العليا. حروب من قبل الميلاد، إمبراطوريات بتنهض وممالك بتختفي، لكن دايماً الموت والكآبة وشهوة التوسع كانت مسيطرة على قادة الشعوب. وبدل ما الشعوب الأوروبية تتحد على هدف واحد، بحثوا دايماً عن أسخف الشرر عشان يشعلوا حروب كبرى يروح فيها مئات الألاف من الأرواح. شباب عاشوا طفولتهم في خوف وتهديد، ولما كبروا اتسلموا السلاح واترموا في ساحة المعركة دوناً عن إرادتهم. وكأن الحرب بقت مصير محتوم، وكأن الكراهية والعداوة بقت مشاعر طبيعية، وكأن التعصب العرقي والتمييز بقوا هم الوطنية. الأرواح بقت هينة، وبعد ما الخسائر البشرية كانت بالآلاف، الأسلحة التقيلة خلتها خسائر بالملايين. أوروبا كانت بتدمر نفسها وكانت ماشية في طريق الهلاك. لكن في كل حرب، في كل شعب، كان في دايماً السالمين، المنشقين، المتمردين، سميهم زي ما انت عايز. هم ناس عيونهم كرهت لون الدم، وودانهم ما بقتش قادرة تتحمل صليل السيوف وصوت المدافع. أبطالنا اتحدوا على اختلاف أشكالهم ولغتهم وتاريخهم لأجل هدف واحد، إنهم يوحدوا شعوبهم بأي وسيلة. اتقدم باندف المقاتل المقدوني وكلم رفاقه عن طفولته مع الإسكندر الأكبر والرياضات البدنية اللي كانوا بيمارسوها يومياً، وإنهم ممكن يلاقوا الحل لو استقروا على بطولة مناسبة تجمعهم. الفكرة لمعت في عيون كريستيانو رونالدو، بطل حروب التحرير البرتغالية. كان متلهف لتحديات جديدة، لمجد غير مسبوق في انتظاره. أما هاكان تشالهان أوغلو الوزير العثماني، فاشترط عشان ينفذوا الفكرة دي إنهم يحطوا قواعد واضحة تنظمها، وقوانين عادلة زي ما اتعلم من أستاذه السلطان سليمان. صرخ الضابط البريطاني هاري كين، كرة القدم كلهم بصوله في انتباه، فشرح لهم إن رئيس الوزراء وينستون تشرشل كان شغوف جداً بنادي اسمه ميلبول بيلعب كرة القدم، وإنها رياضة شعبيتها كبيرة جداً عندهم في إنجلترا. كين ما كانش لوحده، فحليفه كيليان امبابي الضابط الفرنسي اتحمس جداً للفكرة، وعرض إن بلده تستضيف أول نسخة من البطولة وتنول شرف تجميع الشعوب. أبطالنا بصوا لتوني كروس الضابط الألماني، كان ساكت من أول القعدة، سألوه عن رأيه فابتسم في هدوء زي عادته وقال لهم موافق تحت شرط واحد، إن ما يبقاش فيه سقف للأهداف والمباراة تفضل شغالة مهما سجلنا. قالوا له موافقين طبعا، وكده كده كرة القدم لعبة مش بيجي فيها أهداف كتير. ما كانوش يعرفوا هو ناوي على ايه. وقبل ما يقوموا صرخ جورجيو كيليني المحارب الروماني رفيق الامبراطور اوكتافيوس وقال لهم استنوا. اترعب الابطال وخافوا التحالف يتدمر في مهده، لكن كيليني فكرهم بحاجه كانوا ناسينها، ان قبل كل مباراه لازم النشيد الوطني يتعزف. قال لهم ان ده شرط الوحيد. طبعا وافقوا، ومن هنا اتاسست بطوله اليورو، أقوى مسابقة قارية للمنتخبات على وجه الأرض، واللي نجحت إنها تخلي شعوبها تتقابل بشكل دوري، لكن المرة دي في سلام، إيديهم في إيد بعض وجاهزين لإمتاعنا لمدة شهر.